سامر، انا عم بحكي مشان مصلحتك. انت بتتذكر شو قلت لك ببدايه حديثنا؟ قلت لي انه في عرض تقدم لي اياه. تمام، وهذا العرض بتكون كثير غلطان اذا بتفكر مجرد تفكير انك ترفضه، لانه بالمطلق لمصلحتك. عرض شو يا سيدي؟ اللي حبيته فيك انك انسان عملي. شوف اخي سامر، نحن شباب وبنفهم على بعض. انا رح اقدم لك عرض كثير مغري، رح اقدم لك مبلغ محترم جدا ينفضك نفض، بس هذا المبلغ مشروط بانك تتنازل عن حضانة جود. شو قلت؟ هدينا يا هدي وطولي بالك، ناظم ما رح يترك القصة. بس انا حس انه سامر عم يعملها قصدا فيي. نكايه سامر واحد رخيص والرخيص له تمن، لا تخافي. طب شرفك حزن، عمول معروف دق له خلينا نتصل فيه نطمن. ما بس نتصل فيه، نحن ما بدنا يحس انه محروقين على القصة. يحس اللي بده يحسه، انا بدي ابني مستعد يبيع كل شيء عندي، كل الذهب اللي عندي اياه شو ما كان بس يردوا لي جود. طولي بالك نايا، ما وصلنا لهي المواصيل، وجود رح يرجع لك بالنهاية انا متأكد. هلا يوافق سامر وبيحلها ألف حلال. طب شرفك حازم، ما بدك تتصل ما تتصل، بس ابعت رسالة لنطمن. سامر انت عملت موقف شهم ونبيل وبنحسب لك، يعني انت بعت سيارتك مشان تدفع فاتورة المستشفى لنايا، وبعدها من غير اليوم فت بعلاجك من المرض والحمد لله رب العالمين، الله عافاك منه. هذا كله خلاك تدفع مصاريف كتير، مزبوط كلامي ولا لا؟ طبعا طبعا، وكل الناس بتعرف يعني. طيب مشان هيك مبلغ محترم بيخليك تبدأ حياتك من جديد، تعمل مشروع، تتزوج، تشتري سيارة جديدة، تشوف حالك، تشوف حياتك، يعني انت حر اعمل اللي بدك. طيب هي قبل ما تحكي ولا كلمة بحب ارجع اذكرك ببداية حديثنا، جود ابنك وبيحمل اسمك، يعني حقك اللي ما حدا بيقدر يحرمك منه. طيب بالنسبة للرقم يعني قديه؟ أخي سامر، نحن ما قاعدين ببازار، نحن عم نحكي عن ابنك جود. اللي بدنا نحكيه هو بيني وبينك، يعني مشانك. أنت قديش المبلغ اللي ممكن هيك يرجع يخليك تنتعش؟ بدي 50 مليون. شو عم تحكي؟ 50 مليون؟ ايش هو هاد جن؟ ما فيه عقل؟ طيب ناظم خليك معه انت، ساير وفاوضه، شوف شو رح ينزل يعني. ايه طيب ماشي خاطرك. 50 مليون؟ لعبة ما اوقع، انا مستعد اتنازل عن حضانة نفسي ب5 ملايين. كرام اسف اخي يعني. حازم نحن لازم ندبر المبلغ بأي طريقة، هيدا ابني. نحن لازم نمشي، لازم نتصرف، بس لنشوف شو رح يصير بين سامر وناظم، بس بكل الأحوال لازم نجمع المبلغ. أنا شو المطلوب مني؟ أنت روح على البيت وخبر أمك وخليها تتصرف، وأنا رح أعمل حوصة بخاطركم. الله معك. وأنا شو بدي أعمل؟ أنت ما تعملي شيء، أنت قاعدة هون بالبيت. عن جد عم تحكي؟ الموضوع بخصني، بدك ياني أقعد بالبيت؟ حبيبتي على بيت اهلي ما فيك تروحي، وانا رايح على الشركه شوف البابا. شو بدك تعملي؟ رح اعمل كثير، هلا بتشوف. خاطرك. بس 45 مليون يا سيد سامر لساته مبلغ كبير. لا تقول نحن عائله مع مصاري، انت بتعرف انه الوالد ما انه رضيان عن حازم هلا. بعدين بالنتيجه هو صاحب القرار، لانه هو الكل بالكل. والله انا اللي عندي قلته، مشان هيك نزلت لها 5 مليون، بس غير هيك مالي مصلحة. برجع بذكرك انه نحن مانا قاعدين ببازار سيارة او بيت، نحن عم نحكي عن شيء انساني وهدف سامي كتير كبير، ابنك جود. معقول تحكي بهي الطريقة؟ والله هذا الحكي بدك تروح تحكيه لنايا وحازم، هن بدهم يعملوا بازار يعملوا بازار، مصلحة ابني معي. طيب انا رح اقترح عليك مبلغ يرضيك ونكون نحن قادرين ندفعه. لا تتعب حالك. استنى استنى، خليني بالأول أقترح المبلغ وبعدين بتقرر. تفضل.
25 مليون مبلغ منيح لإلك ونحن قادرين ندفعه. شو قلت؟ هلا بالنسبة للمصاري الكاش مو مشكلة، بس الذهب ما منقدر نبيع منه إلا كم قطعة مشان ما يحس أبوك. طيب خلونا نجمع اللي منقدر عليه بعدين منشوف شو بدنا نبيع ذهب. لو عاصم وافقة كانت انحلت المشكلة، لا جمعنا مصاري ولا بعنا ذهب، بس شو بدي أقول غير هيك؟ الله يسامحه. طيب ماما نحن مو لازم نتحرك؟ بلا ماما، قومي سماح معي قومي. يلا نغم. شو بك حبيبي؟ خلينا نطلع على الغرفة نشوف شو في معنا مصاري. يلا. ماما نايا حبيبتي 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 طولي بالك طولي بالك. ما في شيء ما عملوا حد ايه؟ اهلي ست الصبايا، من زمان القمر ما بان، ولا لاني هون انت ما عم تجي لهون؟ لا تخافي بعدي لا تخافي، رح اروح وام رايحه. كيفك عمت؟ اخ انا ما علاقكم شو كبير. بدور إذا بتريدي اتركي البنت بحالها. امشي بنتي امشي. والله يا ماما لو معي 100 مليون أنا بعطيها بإيدي، بس 50 مليون كمان إنه منا كلمة بتتم، بتعرفي ظروفنا. إيه أنا ضد الفكرة من أساسها، في حدا بيبيع ابنه؟ طيب ماما ما تحكي هيك قدامه، بكرة بطل يتنازل عن الحضانة. طيب فهميني شو قل له؟ قولي له إنه عيب هالحكي وعيب شو عم يعمل. على كل حال حازم قال لي انه ممكن يأمن 25 مليون بس مش اكثر من هيك، وخلي بابا يحكي خليه يضغط عليه اسر عليه باي طريقه. الله يوفقك ماما. بتعرفي كل ماله عم يكبر بعيني هالحازم، ولد مو ابنه مستعد يدفع مصاري كرمال يخليه بحضنه، وابني اللي هو ابوه شوفي شو عم يعمل. يا عيب الشو يا عيب الشو. يا استاذ ناظم انا اللي عندي قلته، اذا بيناسبكم خبروني. انا بتمنى عليك ترجع تعيد حساباتك لانه مبلغ 40 مليون ما قدرتنا. شكلك يا استاذ ناظم عم ضيع وقتك. دايما على صحتين. لك شو انت جنيت؟ بده ياخذ الولد ياخده يصطفل منه إله. انت عندك بنت ومرتك حامل، مشان شو لتفوت حالك هالفوته؟ يا بابا انا ما بدي جودي نحرم من حضن امه ولا ينكسر بخاطره. قولا واحدا لا، انا ماني موافق. هو بده يتخلى عن حضانه الولد يصطفل يصطفل منه إله، لكن نحن ندفع 30 40 مليون منشان ولد ما هو ولدنا؟ هاي بعبره مصاري. بكفي انه نحن رح نربيه ونعلمه تحت جناحنا. يعني انا بفهم من حديثك انه انت ما عاد بدك كان يطلق، ما هيك؟ طلاق ابغض الحلال عند الله. عيش معها مثل ما بدك، بس انا ما عاد بدي اشوفها ببيتي. مفهوم؟